كابتن استغل وجودك طبعا معنا، والكل يعلم أنك صاحب علاقة طيبة مع اللاعبين المحترفين، ونسألك عن مستقبل اللاعب زيدان إقبال مع المنتخب العراقي في ظل وجود إشاعات عن مراقبته من قبل مدرب المنتخب الإنجليزي غاريث ساوثت. نعم. طبعا زيدان إقبال أعتقد ما يقدم من أداء كبير خلال الفترة الحالية مع مانشستر يونايتد في المباريات الثلاثة الأخيرة، قدم مستوى كبير. آخره كان اليوم وشفنا الإحصائيات، كان هو أفضل لاعب رغم دخوله بالشوط الثاني افضل لاعبين بدلاء. هذا يدل انه لاعب يمتلك طاقه كبيره، لاعب موهبه مهمه جدا بعمر 19 سنه. بالفعل اللاعب سابقا ايضا عرض عليه انه يمتلك منتخب انجلترا للشباب، وكان يراقب مدرب المنتخب الانجليزي في وقتها. رغم ذلك هو جاء ومثل المنتخب الاولمبي العراقي في بطوله غرب اسيا. اللاعب لديه ولاء كبير، ولديه محبه كبيره للعراق وللجمهور العراقي والمنتخبات العراقيه، والدليل تواجده ايضا مع المنتخب العراقي في تصفيات كاس العالم في مباراتي الامارات وسوريا. رغم عدم اشراكه لكن اللاعب لا زال لديه رغبه كبيره في تمثيل المنتخب الوطني. مهما يكون من كلام سواء ساوثجيت او غير ساوثجيت، مهما يكون هذا الكلام، ممكن يكون ايضا صحف انجليزيه زاولت هذا الموضوع، زاولت المستوى الكبير اللي ظهر به. مع هذا انجلترا طبعا تذكر بالمواهب، لديها لاعبين كثر بهذا المركز، ممكن يكون كلاعب للمستقبل يخدم الدوري الانجليزي، ممكن هذا الشيء، ولكن احنا كعراقيين يجب على الاتحاد العراقي ان لا يفوت هذه الفرصه. لاعب بمثل هذه المواصفات سواء هو او كان زميله كارت التطبيق في كريستال بالاس، يجب ان لا تفوت هذه المواهب. هذه المواهب هي مواهب عراقيه، يجب علينا الحفاظ عليها قدر المستطاع، ما دام هم مثل المنتخبات العراقيه يجب ان نفعل المستحيل الحفاظ عليها. اتمنى ان شاء الله كلاعبينهم خلاص يعني هم اكدوا هذا الشيء، وهي معلومه لكم يعني للاراضي الرياضيه. كابتن زيد، نعلم انك اتصلت يوم امس بعائله اللاعب زيدان اقبال، كيف كان رد فعلهم؟ وهل هم يشاهدون زيدان في صفوف فريق مانشستر يونايتد؟ وهل ما زالوا مصرين على اللعب مع المنتخب العراقي؟ تفضل. كما عهدتهم لديهم محبة كبيرة للعراق، لديهم رغبة كبيرة جدا في أن يروا زيدان إقبال كأحد نجوم المنتخبات العراقية، ما تغيرت هذه القناعة، هم مصرين على أن يتواجد زيدان مع المنتخب الوطني رغم الظروف الصعبة اللي واجهها اللاعب في تواجد مع المنتخب الوطني. والكل أجمع أن زيدان ممكن أن لا يتواجد مستقبلا، لكن ما استشفيت من اللاعب، ما استشفيت من عائلته، لا، هو إن شاء الله سيتواجد مع المنتخب العراقي. شيء بسيط، في عيد الفطر المبارك اللي مضى زيدان إقبال زار عائلته في بريطانيا وأقاربه كلهم مرتديا قميص المنتخب العراقي. هذا يمكن ألوم عليكم للقناة العراقية. زار جميع أقاربه سواء كانوا من طرف والده أو من طرف والده، وهو مرتدي للقميص، قميص المنتخب العراقي. هذا أعتقد رسالة كبيرة تنم عن محبته واحترامه وتقديره للجمهور العراقي والمنتخب العراقي ولفانية المنتخب العراقي. اتمنى ان شاء الله فقط رساله اخيره للاتحاد العراقي. تفضل. مواهبنا المتواجده في الخارج هم ثروه كبيره، عليكم الحفاظ عليها قدر المستطاع.